كان يا مكان كان في ولد صغير بس جسمه ضخم وكرشه كبير. الولد ده يا حرام كان على طول حزين وزعلان عشان بقية الولاد ما كانوش بيرضوا ابدا يلعبوا معاه. ايه الكرش ده صح؟ وكانوا بيعاملوه معاملة وحشة قوي، فكان بيقعد يعيط. المشكلة كمان ان هو صوته كان تخين، فكان ده بيرعبه. قعد في مرة يفكر هيعمل ايه هيعمل ايه. قرر ان هو يرفع صوته ويتكلم بصوت رفيع قوي. ممكن تلعبوا معايا؟ ممكن نلعب معايا. ارميني التفاحة. قعدوا بقى يضحكوا ويتريقوا عليه. بس رغم ان هما كانوا بيتريقوا عليه، هو كان فرحان قوي حبيبي، لانه حس ان هما خلاص ما بقوش خايفين منه. المشكلة بقى ان الواحد لما بيضحك، ولما بيضحك قوي صوته الحقيقي بيطلع. وسع صوته بقى، بان تاني ان هو تخين، فخافوا منه تاني وبعدوا عنه تاني. زعل بقى تاني وقعد يعيط وحس بإحباط. لغاية ما في يوم كان في ولد صغير اتشعلق على الشجرة. الحقوني الحقوني حطيها بسرعة. لغاية ما الولد الضخم جه وأنقذه. والولاد كلهم فرحوا بيه وتعودوا عليه وبيحبوا يلعبوا معاه. وبالعكس بقوا كمان لما بيحصل لهم حاجة بيستنجدوا بيه. وبعدين فهموا حاجة مهمة قوي قوي في حياتنا. ممكن نلعب مع بعض؟ طبعا ممكن. فهموا ان كل واحد فينا في حاجة تميزه غير التاني، وممكن الحاجة اللي تميزه دي نحتاجها في يوم من الأيام. عشان كده ما ينفعش ابدا نتريق على حد ولا نكره حد. وبقوا اصحاب وكل يوم بيلعبوا مع بعض. وبالعكس الولاد كلهم حبوه قوي، عشان كل ما بيبقى عندهم مشكله هو اللي بيحلها لهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ لا حلوة. ايه ده؟ الساعة 12، أنا لازم أجري، أنا سندريلا لازم أروح بسرعة. بسرعة بسرعة. سندريلا حياتي عجبتك الحدوتة؟ اه حلوة قوي. يلا بقى حي معانا الجمهور. يلا. لا لازم أزقف هنا بقى. يلا يبقى أنت تزقفي هنا بقى. ممكن أقعد معاكي؟ ماشي ماشي، مع إنه عندك كرش كبير بس ماشي. كرشي؟ حلو قوي. تاكلي التفاحة؟ لا 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 مش عايزة بطنها وترجعها تاني، ده أنا بس اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.